السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح جديد نلتقي من خلاله مشاهدينا مع حضراتكم ومع أهم ما يستجد معنا من أخبار. لقاء اقتصادي منوع مع حضراتكم لهذا الصباح وفي كل صباح من الأحد إلى الخميس في نفس الموعد لنفتح نافذة نلقي من خلالها الضوء على أهم ما يستجد ضمن هذا الإطار، بالإضافة إلى محطتنا الدائمة واليومية والمتابعة لبورصة قطر. بورصة قطر بكل ما يستجد فيها من أخبار ومن أحداث متعلقة بالمؤشر وبشركاتها، وخاصة ونحن في زخم وخضم النتائج المالية التي يتم إعلانها حاليا عن عام 2019. الشركات من يوم إلى آخر تتوالى إعلاناتها، لدينا عدد من الإعلانات طبعا لهذا اليوم، لدينا عدد من المتابعات المهمة، وكما عودناكم مشاهدينا نحن على متابعة، نحن وضيوفنا في البرنامج لهذا الصباح سيد محمد السقاء الصحفي الاقتصادي. صباح الخير استاذ محمد، صباح الخير معنا هذا الصباح، وايضا نصبح على ضيفنا في بورصه قطر الدكتور عبد الله الخاطر المحلل الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركه الامل الاستثمار. دكتور اهلا بك معنا لهذا الصباح ومع حضراتكم. نبدا باداء مؤشر بورصه قطر ليوم الامس الذي سجل ارتفاعات، وهي ارتفاعات بلغت نسبتها حوالي 13%، يعني تقريبا أضاف إلى رصيدها 27 نقطة ونصف النقطة مع نهاية الجلسة. رأينا إغلاقات بشكل كبير مقتربة من 10300 نقطة، تقريبا 10397 نقطة ونصف النقطة. كان لدينا نمو على صعيد رسملة السوق، مستويات المسجلة بنهاية جلسة الأمس كانت 574 مليار و400 مليون ريال بأرباح قيمتها 900 مليون ريال. شهدت التداولات بالأمس من ناحية أخرى تراجع على صعيد السيولة وعلى صعيد الأحجام والصفقات بنسب متفاوتة مقارنة بالجلسة السابقة لها. السيولة بنسبة تقريبا بلغت 2%، 216 مليون و700 ألف ريال كانت قيم التداولات. أحجام التداول سجلت تراجعات ب 20% إلى 54 مليون ونصف المليون سهم تم التداول عليها تقريبا مع نهاية الجلسة، التي شهدت تقلص أيضا في الصفقات المنفذة بنسبة بلغت 19% تقريبا عند 5185 صفقة. الجلسة مشاهدينا شهدت استمرار المؤسسات الأجنبية في تسجيل صافي شراء قوي، هذه هي الجلسة الثانية على التوالي التي نتحدث فيها عن صافي شراء. بالأمس كانت بنحو 34 مليون و800 ألف ريال صافي شراء لهذه المؤسسات و المحافظ الأجنبية. تلاهم مباشرة الأفراد القطريون سجلوا بقيمة بلغت 9 ملايين و400 ألف ريال، ثم الأفراد الأجانب بنحو 3 ملايين ريال، وكان معنا تسجيل للمؤسسات القطرية أعلى صافي بيع بنهاية الجلسة وبقيمة بلغت 45 مليون و400 ألف ريال. تلاها بفارق كبير الأفراد الخليجيون بنحو مليوني ريال. إذا ما تابعنا أداء المؤشر نرى الدعم الأبرز من نمو خمس مؤشرات طبعا سجلت، أو خمس قطاعات سجلت نمو مع نهاية التداولات. القيادة كانت للخدمات ثم الاتصالات، بينما تابعنا تراجع على قطاعين التأمين والنقل. في جلسة الأمس كانت المكاسب على 19 شركة مقابل انخفاض 19 شركة، ومعنا ست شركات ضمن إغلاقاتها للجلسة السابقة. الملاحظ كان بأن كيو أم بي حافظ على قائمة السيولة وصدارتها، تداول على نحو 83 مليون ريال. هذه التداولات على كيو أم بي وحده كانت تشكل حوالي 38% من إجمالي قيمة السيولة المسجلة خلال الجلسة. الملاحظ كان أن سهم كيو أم بي رغم عدة محاولات ارتدادية تابعناه على فترات يقترب من المنطقة الإيجابية، لكنه كان من أحد الضاغطين على المؤشر، يعني نتحدث تقريبا عن تراجعات بربع في المئة على سهم كيو أم بي، مع العلم بأن القطاع ككل كان الأداء واضح إيجابي وتوجه معظم الأسهم كان إيجابي. سهم شركة فودافون كان قد تصدر قائمة الكميات المتداولة بسبعة ملايين ونصف المليون سهم. عدد مهم من الأخبار سنتابعه مع حضراتكم، لكن أستاذ محمد أود أن أتوقف مع أداء الجلسة الماضية. عدنا إذن لنشهد الإيجابية واضحة، والحقيقة أنها إيجابية لم تكن فقط في مؤشر بورصة قطر. هل هذا يعني بأن الأسواق امتصت كورونا وتبعاتها وتأثيراتها والتحليلات الاقتصادية المرتبطة بها وكل شيء، وبدأت تعود لنوع من الطبيعية في التعاملات، أم أننا لازلنا نتحدث عن فقط ارتدادة بعد تراجعات أو سلسلة تراجعات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. روان عادة تكون الأحداث مثل كورونا
لابد أن يكون تأثيرها في البداية مثل تأثير الصدمة. يعني أي شخص يتعرض للصدمة يكون دائما الفاجعة الأكبر في المرحلة الأولى، وهذا هو نفس تعامل الأسواق المالية. عندما يكون لديك خبر صادم له تبعات اقتصادية مهمة، كورونا ليس مجرد يعني حديث عن تفشي لوباء أو مرض في الصين أو في بعض الدول على مستوى العالم، ولكن حديث دائم عن التأثير على مستوى نمو الاقتصاد العالمي. كيف سيكون تفاعل الصين؟ من الرابح؟ من الخاسر؟ كيف سيكون تفاعل أسواق النفط، الذهب، العملات وغيرها؟ وبالتالي تجدين أنه الأكثر حساسية في مثل هذه المواقف هي أسواق المال. عادة ما تشهد تراجعات بشكل قوي، تجاهل لأي مؤشرات رئيسية، والبحث فقط عن بعض التخارج من بعض الأسهم، وساعتها بيكون لجانبين، جانب منه البعض بالفعل بيكون لديه نوع من الفزع والتخوف من ما هو آت، فبالتالي يتخلص من أسهمه بأسعار قليلة ويفضل التخارج منها. أما البعض الآخر فيستغل هذه المواقف ويحاول الضغط على الأسواق للوصول ببعض الأسهم اللي عادة لا يكون لمثل هذه المواقف مثل كورونا أو الضغط القادم من الأسواق العالمية تأثير عليها، فبالتالي يضغط على الأسواق عبر أسهم القيادية للوصول بها إلى مستويات سعرية مغرية، ومن ثم الشراء فيها عند هذه الأسعار وانتظار الهدوء كما بدأنا نشهد خلال الجلستين الماضيتين. الهدوء الذي شهدناه أنه بالفعل لدينا بعض التوتر المتعلق بكورونا، ولكن يبدو أن الأمر قابل للسيطرة، لأنه حتى الآن نحن في الأسبوع الذي كنا نتخوف منه. يعني فيما سبق من أسبوعين ماضيين أو 3 أسابيع كان التخوف من اقتراب مرحلة حضانة الفيروس نفسه، وبالتالي ترتفع الأرقام إلى مثلا عشرات الآلاف أو مئات الآلاف. نعم. فوقتها كان سيكون التفاعل أكثر سوءا على مستوى الأسواق المالية، ولكن حتى مع ارتفاع عدد الوفيات أو الإصابات إلا أنها لا زالت في منطقة ما قد نقول عليها مقبولة أو قابلة للسيطرة. نعم. فبالتالي الآن انت حدثنا عن أسواقنا المحلية، كما أشرت روان كان الضغط القادم خلال يعني أتى للسوق خلال الفترة الماضية عبر الأسهم القيادية، تم الضغط عليها بقوة، تم يعني الضغط على المؤشر من خلالها، وكنا نجد أنه عادة التراجع على مستوى المؤشر آتي بقوة عبر قطاعات قيادية مثل البنوك، الصناعة، الخدمات. الآن تنقلب الآية ونجد أنه الدعم يأتيك عبر هذه الأسهم القيادية، وهذا ما تحدثنا عنه. الآن لدينا مؤثرات أخرى قد نعود إليها، أنه بالفعل بدأنا نشهد عملية التسعير سواء الاستباقي أو اللاحق للإعلان على مستوى التوزيع، لأنه مثلا نظرنا لفودافون تفاعل إيجابي لأنه بالفعل التوزيع كان جيد، نظرنا إلى الرعاية بعض الشيء ضغط لأنه حتى وإن كانت الشركة قد وزعت جميع عائدها إلا أنه بالنسبة للسعر الحالي، ولكن مثلا لدينا كيوم بي سبقوا أنه تم التفاعل عليه، ولكن الآن هناك عامل مهم آخر ولا بد ولا نغفله، أنه 12 من الشهر الجاري 12 فبراير لدينا إعلان عن المراجعة الربع السنوية، وليس النصف السنوية، احنا الآن في الربع السنوية. مراجعة عادة لا تكون يعني تحمل أخبار ضخمة، ولكن أحيانا تجلب بعض السيولة والتداولات للسوق وتعطيك مؤشر لنظرة المؤسسات الأجنبية للسوق. أعتقد هذا تلخيص لما هو يدور الآن في عقل وذهنية المستثمر سواء الأفراد أو المؤسسات مما يتحكمون الآن في طريقة توجه الأسواق. نعم، هي متابعة كبيرة الحقيقة. صحيح. عدد مهم من المتابعات. دكتور الخاطر، يعني سؤال افتراضي، هل هناك مثل ما رأينا إجراءات احترازية اتخذتها الدول لمقاومة كورونا أو للحد من انتشارها، ألا يوجد شيء مشابه في الأسواق المالية؟ ألا يوجد إجراءات احترازية للحفاظ على الأسواق من تراجعات قوية مرتبطة بأخبار ربما في أقصى العالم هنا أو هناك، حتى وإن كان لسوق ضخم مثل السوق الصيني؟ طبعا أدوات التحفظ هي الأهم في حالة مثل هذه. طبعا بالنسبة للبورصات ما فيش بشكل عام إلا من خلال الأدوات المتوفرة داخل البورصة. بالنسبة للأفراد والمستثمرين طبعا عندهم الحقيقة مجموعة من الأدوات للتحوط خاصة، إما في شكل طبعا العقود المستقبلية أو في شكل الخيارات أو في شكل أيضا بعض المؤشرات المهمة خاصة في البورصات مثل الفيكس أو البورصات المؤشرات اللي تتبع التقلبات في السوق، ولذلك يدخل عليها المستثمرون أيضا
السندات، سندات الشركات، سندات المؤسسات، سندات السندات السياسية، هذه كلها تعتبر ملاذ آمن في مراحل أو فترات التخوف أو فترات الأزمات. نعم. طبعا مثل ما شفنا وتحدثنا يمكن قبل عدة أيام أنه التخوف يمكن عدة مراحل، ولذلك يعني خدم كعملية تصحيح بالنسبة لكثير من البورصات العالمية والمحلية. ورأينا الحقيقة خلال الثلاثة أيام الماضية المؤشرات تحقق مستويات قياسية، حتى البارحة ما زالت الصباح اليوم أيضا المؤشرات في الشرق في آسيا من طوكيو إلى هانغ سينغ إلى شانغهاي كلها تحقق الحقيقة ارتفاعات كبيرة. لذلك يبدو أنه السوق استوعبت المخاطر، أصحاب المراكز اتخذوا مراكزهم، أصحاب التحوط أخذوا تحوطهم، ولذلك كانت فرصة كبيرة لبعض المستثمرين لتحقيق أرباح أعلى من الأرباح المتوقعة، خاصة أنه كانت في فرص كبيرة خلال المرحلة الماضية في مرحلة تراجع كثير من البورصات، وبعض الشركات كانت كبيرة وصعب الوصول لها، ولكن خلال مرحلة التصحيح كانت فرصة بالنسبة لكثير من المستثمرين. نعم. الآن يبدو أنه في عودة للاطمئنان بشكل عام، وطبعاً إلا إذا حدث أيضاً تطورات جديدة سلبية بالنسبة لكورونا فيروس، أعتقد الأسواق ماشية ممكن تصحح لكن في وضعها الطبيعي. واضح. طبعاً مشاهدينا افتتحنا كما تابعنا منذ دقائق قليلة جرس افتتاح جلسة يوم الخميس آخر جلسات تداول لهذا الأسبوع، ومعنا قبل أن نتحدث عن هذه الجلسة معنا عدد مهم من الأخبار المتعلقة بالشركات نتحدث عنها أولاً لنرى كيف سنرى بعض من تأثيراتها على أداء المؤشر وعلى أداء القطاعات. الأول كانت إفصاحات مالية، إفصاح لشركة المتحدة للتنمية عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في نهاية ديسمبر 2019، بلغ صافي الربح 423 مليون ريال قطري مقابل صافي ربح بلغ 500 مليون ومليون واحد لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وكما بلغ العائد على السهم 120 درهم مقابل العائد على السهم 14 درهم و10 درهم لنفس الفترة من العام الذي سبق. بخصوص توصيات مجلس الإدارة، تم رفع توصية في شأن توزيع الأرباح وإقرارها وتوزيع ما يعادل مبلغ 177 مليون ريال، ونتحدث عن نسبة بقيمة نسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم، ونتحدث عن 5 دراهم قطرية لكل سهم. تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تاريخ 3 مارس، وفي حال عدم اكتمال النصاب يعقد الاجتماع البديل بتاريخ 17 مارس لعام 2020. هذه كانت إفصاحات المتحدة للتنمية القطرية للصناعة التحويل إلى شركة أخرى. كنا ننتظر بياناتها المالية لعام 2019 يوم الأمس، وأعلنت عن صافي ربح بلغ 120 مليون ريال قطري مقابل 200 مليون ونحو المليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. العائد على السهم كان ربع الريال للفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2019 مقابل عائد على السهم بلغ 42 درهم لنفس الفترة من العام السابق له. بالإضافة إلى ذلك كان هناك اقتراح بتوزيع أرباح ب 15 درهم للسهم. قبل أن نواصل نعلق على النتائج المالية، نبدأ مع المتحدة. قطاع عقاري المتحدة شركة كان لها متابعات عدة خلال العام، نتائج المالية كيف تعلق عليها؟ يعني أعتقد أنه هناك جانب منها يعني يعبر عن الضغط بعض الشيء على مستوى القطاع العقاري، لديك تراجع واضح على مستوى صافي الربحية، لكن أعتقد أنه هناك ملمح إيجابي لابد أن نشير إليه إلى نمو الإيرادات نفسها. أعتقد الشركة حققت بين 7-8% نمو على مستوى الإيرادات خلال العام الماضي. الشركة على مستوى المبادرات اللي قدمتها أولاً لقطاع التجزئة، يعني الشركة فقط لم تسعى لجذب مستأجرين جدد داخل مشروع جزيرة اللؤلؤة قطر، ولكن أيضا الحفاظ على المتاجر التي عادة ما تميز المدينة سواء على مستوى الزوار أو مستوى قطاع الضيافة نفسه داخل المدينة. فأعتقد أن بدأت تؤتي كلها بعض الشيء. سهم المتحدة للتنمية حتى المستوى السعري ليه، وإن كان توزيع طبعا 5 دراهم على مستوى ريال ونصف كما أغلق أمس،
بعض الشيء قد يكون ضاغط على مستوى السهم، لانه العائد الان تتحدثين روان عن في حدود 3.3% بالنسبه للتوزيع الحالي. نعم. بعض الشيء وهذا ما نتحدث عنه، نحن في وقت التسعير على مستوى التوزيع، ثم ما بعد ان شاء الله مارس و بداية إبريل نتحدث بعد إقرار التوزيع نتحدث عن أمور أخرى وعن نعم. توقعات وتحليل فني وأساسي للسهم، لكن الآن نحن نسعر على مستوى التوزيع. واضح. تحويلية كان متوقع تراجع؟ صحيح، لأنه التحويلية من الأسهم داخل القطاع الصناعي اللي عليها ضغط بعض الشيء. الآن عندما تتحدثين التحويلية كانت من أسهم العادة بتوزع 3 ريالات، يعني اللي ما يعز الآن 30 درهم. نعم. نتحدث عن 15 درهم، يعني التوزيع بكل تأكيد تراجع على أكثر من 50% أو حوالي 50%، وهذا ما انعكس يمكن سابقا، يعني هناك تسعير مسبق للسهم ما قبل حتى التوزيع، لأنه مفهوم أنه طبيعي أنه لن توزع الشركة جميع عائدها، لأنه التحويلية من الشركات بتحتاج عادة لإبقاء جزء من صافي الربحية لإعادة استثماره مرة أخرى، لأنه لديها مشروعات حتى على مستوى العقار مثل الأبراج التحويلية اللي أنا أعتقد أنها قربت على الانتهاء، وجزء آخر لديها مشروعات أخرى متعلقة بالشركة نفسها، فأعتقد أنه التوزيع منطقي بالنسبة للضغوط على القطاع الصناعي بشكل عام. يعني نستطيع أن نتحدث بأن ملامح أداء القطاع الصناعي بدأت تبدو أكثر، هي واضحة روان يمكن من النصف الأول من العام الجاري، يعني يعني لن حتى نتحدث أن احنا رأينا ذلك في ربع الثالث، رأينا ذلك منذ بداية العام ومن النصف الأول من صحيح. العام تضح بشكل كبير أنه إن كان هناك نمو قوي تجديه على مستوى مثلا دعينا نوضح القطاع العقاري، قطاع النقل لديهم أداء أعتقد جيد مقارنة بعام 2018، لكن وحتى طبعا بكل تأكيد البنوك النمو الأكبر أكيد. يأتي عبر البنوك طبعاً. ولكن يبدو أنه الصناعة تبتلع جزء كبير من هذا النمو، فبالتالي تضغط على مستوى صافي الربحية. يمكن لو استبعدنا قطاع الصناعة من حسبة الربحية في السوق ستجدين أنه لديك قطاعات على مستوى السوق جيدة بكل تأكيد، يعني قطاع التأمين منذ عامين كان بشكل عامل ضغط رئيسي على أرباح البورصة، الآن بعض الشيء أصبح هناك استقرار ونمو في بعض الشركات بنسب أكثر من ممتازة، وكذلك قطاع النقل، حتى قطاع الخدمات لديك شركات فيجي أكثر من ممتازة، وبكل تأكيد كما تحدثنا البنوك والخدمات أمورهم يعني بالنسبة للشركات في نمو جيد، لكن الصناعة هذا على مستوى العالم على مستوى المنطقة، نحن في دولة تتأثر بكل تأكيد بأسعار النفط والغاز على مستوى العالم. دكتور الخاطر، إذا ما تحدثنا عن نتائج القطاع الصناعي، هل هنا نتحدث عن أداء نمطي لشركات بشكل كبير تتشارك في المواد الخام التي تستخدمها اعتمادها على النفط؟ هل بفرض وجود شركات صناعية ذات نشاط مختلف يمكن أن يترك ذلك تأثير على أداء القطاع الصناعي ويغير من الصورة التي أصبحت ربما نمطية منذ عامين أو ثلاثة لمنتجات هذا القطاع؟ طبعاً قطاع الصناعات التحويلية خاصة في قطر هناك فرص كبيرة الحقيقة، خاصة ما بعد الحصار، فكل المحاور الآن الاستراتيجية بالنسبة للدولة تدعم هذا القطاع الحقيقة، لكن لم نرى مبادرات كبيرة ومبادرات الحقيقة نوعية خلال المرحلة الماضية. أعتقد أنه قطاع الصناعات التحويلية ما زال متحفظ بشكل كبير، ما زال تقليدي بشكل كبير، وحتى كدور في البورصة أو في الاقتصاد ضعيف. ما زلنا يمكن في حاجة إلى إيجاد شركات تحويلية، وايضا صناعات تحويليه وشركات ايضا تكون الحقيقه تاخذ بالتطورات الحديثه في الاقتصاد العالمي من الروبوت الى الذكاء الالي الى الاساليب الحديثه بالنسبه للاداره والمشاريع. حتى الان قطاع الصناعات التحويليه لدينا بالدوله ما زال تقليدي وما زال متحفظ وما زال الحقيقة يحتاج أنه يقدم دور أكبر خلال المرحلة. توقعنا حقيقة وكانت توقعاتنا وأمالنا كبيرة بالنسبة للصناعات التحويلية، لكن حتى الآن لم نرى المشاريع
ولم نرى القدرات ولم نراه يخرج حتى من السوق المحلي إلى السوق الإقليمي. رأينا كثير من الشركات الكبيرة تحركت وأصبحت شركات عالمية. الصناعات التحويلية قطر قد تكون مهيئة الحقيقة خاصة بالنسبة للتحولات القادمة والتطورات القادمة، لأن كثير من التطورات هذه تواجه بعض المقاومة في دول كثيرة بسبب طبعاً أوضاعها الاقتصادية. أوضاعنا الاقتصادية داعمة، والمفروض كنا حقيقة استغلينا الفرصة هذه وتقدمنا في الصناعات التحويلية. نعم مشاهدينا، نواصل مع حضراتكم بشكل سريع نظرة على أخبار متعلقة بشركات البورصة، طبعا بالإشارة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة قطر للوقود وشركة الميرا للمواد الاستهلاكية بتاريخ 29 من يوليو لعام 2019 حول إمكانية قيام شركة الميرا بأعمال تشغيل وإدارة متاجر سدرة التجارية المملوكة لشركة وقود، وحيث ارتأى الطرفان أن تحقيق المنفعة القصوى لمساهمي الشركتين يقتضي العمل بشكل مستقل وبطريقة تتيح لكلا الطرفين تحقيق أهدافه الاستراتيجية منفردا. بناء عليه فقد قرر الطرفان عدم تمديد مذكرة التفاهم التي من المقرر أن تنتهي مدتها بتاريخ 28 من يناير لعام 2020، بحيث تستمر كلا الشركتين في دعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وفق الاستراتيجية الخاصة بكل منهما على حدة. خبر آخر متعلق بمجموعة كيو أم بي التي أعلنت أنها فوضت كل من باركليز بانك وكريديت أجريكول سي آي بي وميزوهو وكيو أم بي كابيتال LLC وستاندرد تشارترد بانك للعمل بشكل مشترك كمدراء رئيسيين لإصدار سندات بالدولار الأمريكي وفق معايير ريك إس، وذلك ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى. يتوقع إصدار السندات المذكورة إن سمحت الظروف في أسواق المال العالمية بعد عرضها على مجموعة من المستثمرين. مشاهدينا بشكل سريع نلقي نظرة على مؤشر بورصة قطر، والحقيقة لدينا عدد مهم من الأخبار المتعلقة بالبورصة، لكن بشكل سريع افتتاحية جلسة الخميس وإن كانت بدأت في دقائقها الأولى في المنطقة الخضراء، عدنا لنتابع الارتداد للمؤشر إلى المنطقة الحمراء بتراجعات تبلغ حاليا 14 نقطة ومستويات 10255 نقطة نتابعها حاليا للمؤشر الذي يتداول على قرابة 28 مليون ريال من خلال 13 مليون و700 ألف سهم يتم التداول عليها. بشكل سريع شركات الأكثر ارتفاعا لهذا اليوم، سبع شركات تسجل أداء إيجابي في هذه اللحظات، أبرزها أداء هو سهم قطر وعمان الذي يرتفع بواحد ونصف النقطة المئوية 56 درهم عند الافتتاح مع تداولات محدودة جدا على السهم. كيو آي آي بي الدولي الإسلامي 1.2 النقطة مكاسب لسعر السهم الذي يقف عند مستويات 9 ريالات 20 درهم مع 103 ألف ريال قيم تداولات. المصرف أكثر من 1% 16 ريال و57 درهم 91 ألف ريال، وبلدنا تقف عند مستويات ريال ودرهم واحد بمكاسب تقدر ب1%، تداولات نشطة مليونين وربع المليون ريال تقريبا للشركة. الأكثر تراجع من بين 21 شركة تسجل افتتاحية باللون الأحمر لجلسة الخميس معنا سهم المتحدة للتنمية دون كثير من المفاجآت فيما يبدو. المتحدة للتنمية تتصدر التراجعات 10% لسعر السهم الذي يقف عند 1.3 النقطة المئوية، تداولات نشطة على السهم حوالي 8 ملايين ريال. يليها مباشرة التحويليات بنتائج مالية وتأثيراتها تظهر واضحة على المؤشر اليوم، 9.7% للتحويلية تقريبا النسبة القصوى 3 ريالات 15 درهم، مع الدلالة القابضة تقف عند مستويات 56 درهم بتراجعات تقدر ب 13 النقطة المئوية، والخليج الدولية ضمن الأكثر تراجعا لهذا اليوم حوالي 2.17 النقطة بريال و 47 درهم مستويات السهم لهذه الجلسة. أين يتركز النشاط؟ وكنا قد رأينا بعض الملامح في القائمتين السابقتين، بروة تتصدر ب السهم المتراجع ب 1.14 النقطة المئوية 13 مليون ريال، تذهب باتجاه سهم بروة العقاري. كنا قد رأينا نتائج المتحدة للتنمية بالأمس وبروة دون إعلانات عن إفصاحاتها المالية أو عن موعد هذه الإفصاحات حتى اليوم. المتحدة للتنمية إلى الأكثر نشاطا أيضا كما تحدثنا قبل قليل، قرابة 8 ملايين ريال مقابل مليونين وثلاثة أرباع المليون لسهم بلدنا الذي يستقر في اللحظات الحالية عند مستويات إغلاقه السابقة. ومعنا كيو أم بي لا يغيب عن قائمة الأكثر تداولا لهذه الجلسة اليوم، كيو أم بي يسجل افتتاحية بتراجعات تبلغ 19 النقطة المئوية على السهم، وقيم التداولات تقل عن 900 ألف ريال للسهم القيادي في القطاع
البنكي، وطبعا من المتوقع أن نرى بعض الضغوط على القطاع في حال ما استمر كيو أم بي ضمن هذا الإطار. بورصة قطر وفي حفلها الخامس لتوزيع جوائز برنامج التميز في علاقات المستثمرين أعلنت عن نتائج البرنامج للعام 2019، حيث تعد البورصة أول بورصة في المنطقة تبادر بتكريم الشركات المدرجة المتميزة في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين. نتابع ونعود لحضراتكم. 12 فائزا ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة مدرجة في بورصة قطر إلى جانب مسؤوليها، تم تكريمهم في البرنامج بعد أن التزموا بأفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين التي ترتكز على قواعد الشفافية والإفصاح والمعاملة المنصفة مع المستثمرين، مما يعزز من تنافسيتها في السوق. الجائزة هي عبارة عن الأفضل رئيس تنفيذي في مجال علاقات المستثمرين. أعتقد السيد عبدالله مبارك الخليفة له دور بارز في تواصل وإبراز البنك وعلاقة البنك مع المستثمرين، سواء المستثمرين داخل قطر أو حتى المستثمرين خارج قطر. اليوم بنك قطر يعني في هناك قاعدة مستثمرين حتى من خارج قطر. طبعا لا شك أن فوز وريدو بهذه الجوائز مهم جدا للشركة، حيث يعكس أهمية الشركة ودورها مع المستثمرين الذي يقوم على تحسن من سنة إلى أخرى، حيث قاموا الموظفون بشركة وريدو بزيارة العديد من المؤتمرات لتحسين علاقة المستثمرين. من خلال هذا اللقاء أود أن أشكر جميع اللي صوتوا لنا، وأشكر بورصة قطر على الترديم الأكثر من رائع. هو برنامج ألزمته بورصة قطر في قواعد تعاملها يخضع جميع الشركات القطرية المدرجة للتقييم عبر استبيان عام لآراء المجتمع الاستثماري أفرادا ومؤسسات، كما يتعين عليها بموجب أحكامها التقيد بمجموعة من الشروط والضوابط. وجدنا أن الشركات اهتمت بتطوير هذا القطاع في الشركات من خلال طبعا تعيين سواء علاقات موظفين علاقات المستثمرين او تطوير مواقع الكترونيه او التواصل الالكتروني او حتى الاتصال المباشر مع المستثمرين، وهذا ما يتطلبه المستثمر سواء المحلي او العالمي. نحن نجد الان ان هذه الجائزه لها مردود ايجابي كبير على السوق المحلي، وبدات الشركات تتنافس للحصول على هذه الجائزه لانه اثبات وختم وتوقيع على انها شركه متميزه في علاقتها. حفل التكريم الذي عكس جهود بورصة قطر في نشر الوعي بأهمية وظيفة علاقات المستثمرين كان أيضا فرصة لها لتدشين موقعها الإلكتروني الجديد الذي اتسم بالبساطة والسهولة في عرض أخبار السوق والشركات المدرجة، مع ضمان الوصول إلى كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بها. إذن كما تابعنا في التقرير مشاهدينا، بورصة قطر أعلنت عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد مساء يوم أمس في خطوة جديدة تهدف إلى تطوير خدماتها طبعا المقدمة إلى شريحة عريضة من جمهور المستثمرين. والموقع الإلكتروني الجديد متوافق مع كافة الأجهزة الذكية، وطبعا يتيح تلبية احتياجات المجتمع الاستثماري محليا ودوليا بشكل كبير. أستاذ محمد، نعلق يعني إجراءين ضمن صحيح إجراءات خدمة المستثمرين بالدرجة الأولى، سواء حفل التميز أو حتى الموقع الإلكتروني المستثمرين والشركات. صحيح. وأهمية هذه الإجراءات روان، علاقات المستثمرين مبدئيا أهميته أنه ليست عملية إجبار للشركات الإفصاح عن نتائجها أو عن بياناتها المالية، ولكن تحفيز لها، لأنه أنا كمستثمر إن كنت أبحث استثمار في أحد الشركات، إن كان لدي شفافية ووضوح على مستوى جميع بياناتها المالية، بالتالي يمكنني بناء قراري الاستثماري سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل بالنسبة لي الشركة بكل وضوح، وقادرة على جذب مزيد من المستثمرين. ومن هنا يأتي تحفيز البورصة عبر هذه الجوائز والتشجيع للشركات المدرجة للتواجد ضمن هذا البرنامج. برنامج ممتاز بيتم فيه التصنيف، وجدنا أمس شركات كبرى متوسطة، حتى بيتم تصنيف الشركات ما بين رأس المال الكبير والمتوسط والصغير. أعتقد عملية تحفيزية جيدة. الأمر الآخر المهم روان وهو الموقع الإلكتروني الجديد، يمكن أمس شاهدناه، أعتقد أن الواجهة الخاصة به يمكن أكثر سهولة، يمكن أكثر جاذبية بعض الشيء. ننتظر مزيد من التحديث عليه، خاصة فيما يتعلق تقرير التداول بعض الشيء لازالت مزيد من التحديث، لكن بكل تأكيد حتى شاشة بث الأسعار أكثر من ممتازة مقارنة بالشاشة السابقة، لدينا عملية تحكم أكثر، لدينا وضوح أكثر على مستوى البيانات المتواجدة داخل الموقع. فأعتقد أنه مهم جدا روان التحديث المستمر على هذا الموقع، استمرار مثل هذه البرامج، لأنه بورصة قطر ليست فقط
بوابة أو واجهة للشركات المدرجة داخلها، ولكنها هي بوابة وواجهة للاقتصاد القطري. أي شخص في العالم عندما يريد الاستثمار في أحد الدول، إن كنت تريدين الاستثمار حتى في أكبر اقتصاد على مستوى العالم في أمريكا وفي أكبر الشركات الأمريكية، أول تفكير سيكون لديك هو البحث عن سهم هذه الشركة داخل سوق الأوراق المالية. صحيح. بعيداً عن البورصة وعن المؤشرات وعن الأسهم، مشاهدينا كان هناك موضوع مهم كان له ثقله في يوم الأمس عن على الساحة الاقتصادية، أعمال قمة كابا للسياحة الجوية النسخة الثانية والمشاركة الكبرى من المسؤولين وصناع القرار في مجال الطيران من مختلف أنحاء العالم، ذلك بعد النجاح الذي حققته قمة العام الماضي والتي كانت أول قمة من نوعها في الشرق الأوسط. طبعا قمة كابا تتناول هذا العام في اجتماعاتها قضايا مثل سياسات الطيران الإقليمية والعالمية والتحديات التي تواجه تحرير قطاع الطيران. نتابع التقرير ونعود لحضراتكم. بإشهار إعلان الدوحة الداعي إلى الالتزام بمبادئ تحرير قطاع الطيران وإجراء مراجعة جدية لإطار العمل التنظيمي، اختتمت النسخة السابقة، وعلى نفس المبادئ انطلقت النسخة الحالية بمناقشة أهم التحديات التي تواجه خبراء الطيران من القطاعين العام والخاص، أبرزها التشريعات التي تعنى بهذا القطاع الاستراتيجي حول العالم. كابا coming here for the second time. تعقد قمة كابا للسنة الثانية على التوالي في قطر، وهي مؤتمر للطيران غاية في الأهمية، وتحضره شخصيات هامة في قطاع الطيران، وتأتي في وقت يواجه فيه قطاع الطيران على مستوى العالم تحديات كبيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا، ونأمل أن يكون هناك حل قريب لهذا الوضع. ندوة صحفية عقدت على هامش قمة كابا الجوية تطرق خلالها صناع القرار في قطاع الطيران إلى أهم التحديات التي تواجه القطاع، وخاصة في ظل تفشي فيروس كورونا، وأهم القرارات التي اتخذتها شركات الطيران العالمية في هذا المجال. المضمون الأبرز في حدث اليوم هو تحرير قطاع الطيران وإجراء مراجعة جدية لإطار العمل التنظيمي، إضافة للتحديات التي تواجهها صناعة الطيران وأهمها فيروس كورونا والمسائل البيئية لا سيما في القارة الأوروبية، والتشريعات المرتبطة بهذا القطاع الاستراتيجي وغيرها الكثير من الموضوعات الجديرة بالنقاش على جدول أعمال القمة. يعد مركز كابا أحد أكثر المصادر موثوقية في قطاع الطيران والسفر، مع شبكة عالمية من الباحثين والمحللين تأسست عام 1990، ويقوم المركز باستضافة العديد من المؤتمرات في الأسواق العالمية على مدار العام، ليوفر بذلك منصة للتواصل بين المسؤولين حول القضايا التي تمس قطاع الطيران العالمي. دكتور الخاطر، يعني الموضوع مهم والمتابعات مهمة، وكان ربما أهم ما تابعناه هو تصريحات لسعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية والأمين العام للمجلس الوطني للسياحة حول النمو المتوقع وحول الإضافات التي سيشهدها سواء قطاع الطيران في الدولة أو حتى القطاع الاستثماري. سعادة السيد أكبر الباكر تحدث عن توسعات للقطرية، من بين أبرزها كان للناقلة الوطنية، بالإضافة إلى الوجهات الجديدة هو الناقلة الوطنية وقيامها بإدارة المطارات أبرزها مطار رواندا. كيف تعلق على هذه التوجهات؟ بداية، الحقيقة القمة مهمة وأساسية على المستوى العالمي. اليوم شبكة الخطوط، خطوط الطيران، هي المسهل للتبادل التجاري وأيضا السياحي والجغرافي بشكل عام والترابط. هذا أيضا يسهل الحقيقة انتقال أيضا الأوبئة بشكل عام، ولذلك لابد من إيجاد سياسات عامة يتم الاتفاق عليها. كون قطر اليوم تقدم المبادرة هذه متفردة فيها، تعطي قطر وتعطي الحقيقة الخطوط، خطوط العالمية، قدرة على أنها تجابه المواضيع المهمة بالنسبة لي على المستوى العالمي، إذا كان البيئي أو أيضاً الخلافات السياسية وقدرتها على تجاوز تلك الحقيقة الأزمات. الآن قطر وخاصة الخطوط القطرية استمرت في التوسع، واستمرت في، وخاصة أنه سبقتها سمعة قطر ومكانة قطر على المستوى العالمي، ولذلك نرى قدرة الخطوط القطرية على التوسع خاصة بالنسبة للاتام، بالنسبة أيضا لرواندا إير وغيرها، وهذا راح يسمح أيضا للخطوط القطرية أنها تقوم بدور إقليمي
يبعدها عن أيضا أي من الأزمات الإقليمية في الداخل وتتجاوز كثير من العواقب القائمة الآن. ولذلك فرصة كبيرة وأيضا تطورات مهمة بالنسبة للاقتصاد وبالنسبة للخطوط القطرية. دكتور عبد الله الخاطر المحلل الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة الأمل الاستثمار، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات، والشكر موصول أيضا لضيفنا في الاستوديو السيد محمد السقا الصحفي الاقتصادي. مشاهدينا شكرا على متابعتكم القيمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.